هلا مشاهدينا ننتقل من عالم السياسه لعالم الاجمل، عالم الحب والاطفال. يعني شوفي هالنقله يمكن لو بعيدا عن الكبار خلوا الصغار يعيشوا. الامور السياسيه كانت يعني اجمل من هيك، او خلينا نقول فيها خير اكثر من هيك. قد ايه نحن بنقول بهذا المصطلح الحب، قد ايه هذا المصطلح له خصوصيه بحياتنا، ولكن هو بشكل عام هو خلاصنا، هو استمراريتنا بالحياه. هو مو بس اليوم بفقرتنا رح نحكي عن اهميه الحب بتربيه اطفالنا، لا، اليوم لو ما بتحبي عملك انت مانك هون، لو ما بتحبي اهلك مانك حواليهم، رفقاتك، مجتمعك، اي شيء بحياتنا بننجح فيه بيكون اساسه الحب. فما بالك اذا اليوم انت عم تقدمي هاي المحبه لطفل. اكيد رشا، قديش مهم اليوم بنركز دائما ضمن رحلاتنا الصباحيه، قديش مهم اليوم بتربيه الاطفال تعطيهم الحب والمحبه والحنان بعيدا عن كل الضغوطات اللي عم نعيشها. اكيد نور، يمكن الشيء اللي حتعطيه لطفلك حيكبر عليه وحيعطيه لمجتمع. دائما بنقول فاقد الشيء لا يعطيه، فوقت اللي انت بيكون عن جد بقلبك في حب لإلك لاطفالك لمجتمعك، ابنك حيطلع مثلك. ودائما الاطفال بيشبهوا اهاليهم، ما حيشبهوا حدا ثاني. يعني لنحكي عن موضوع الحب بتربيه الاطفال حتكون ضيفتنا لليوم السيدة وفاء حيمور، وهي ماجستير جودة تعليمية. سعد صباحك. سعد صباحكم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا فيكم. يسعد صباحك. لما نقول حب يعني حياة بالمختصر، الحب هو حياة. قد ايه مهم اليوم بعيدا عن كل الضغوطات والظروف اللي عم نعيشها الحياتية الاقتصادية المعيشية المادية اليومية، نعطي الحب لأولادنا؟ يعني السنين الأولى بتربية الأطفال هي أهم سنوات لبناء شخصيتهم، فقديش مهم تعطيهم كمية حب وتعبري عن هذا الحب؟ لأنه سابقا كانوا أهلينا شوي قاسيين، ما عندك هذا التعبير، بيقول لك إذا عبرتي عن حبك لابنك قبل إنه عم تدلعيه عم تغنجيه ما كتير بحبه. اليوم عم نشوف الموضوع مختلف شوي. بدي بلش بمقولة صغيرة، الله محبة، من ثبت في المحبة ثبت في الله. وقت اللي نحن وجدنا على بالكرة الأرضية أو بالحياة بشكل عام وجدنا بالحب. الحب هو أساس كل شيء، مثل ما تفضلتي قبل شوي، هو أساس العمل، هو أساس الحياة، هو أساس التربية، هو أساس أي شيء حلو بالدنيا. هو حب الموسيقى، حب الفن، حب العمل، حب. إذا ما حبينا ما بنقدر نستمر. فطاقة الأم هي طاقة محبة، طاقة عطاء. طاقة الأسرة بشكل كامل هي طاقة محبة وعطاء. إذا نحن ما نوجد الحب بالأسرة ككل، ما رح يكون في عندي أطفال متحابين، ما رح يكون في عندي سلام داخل هي الأسرة. لهيك نحن بنقول لهم أنه بأساس اختيار الشريكين قبل ما يكونوا هي الأسرة يكون في بيناتهم هارموني، يكون في بيناتهم تناغم، ليقدروا يجيبوا أطفال على هي الحياة يكونوا بيحبوا الحياة، بيكونوا بيعرفوا معنى المحبة. إذا كان في خلافات بين الأب والأم فأكيد ما رح يكون في عندي هالطاقة اللي كتير كبيرة وحلوة بين العائلة. لهيك أي نحن نوع من أنواع المحبة رح نقدمها لأولادنا اليوم رح نحصدها فيما بعد. نعرف إنه الحياة ما بتستمر عند حدا، وكلياتنا عم نرجع نلعب الأدوار اللي أهالينا هلأ عم بيلعبوها. صحيح. فقد ما نحن كنا عاطين أطفالنا محبة، قد ما زرعنا فيهم هي المحبة، قد ما رح نحصدها نحن منهم نفسهم بس يكبروا، ونحن كمان نكبر ونكون نحن بحاجة هي المحبة وهذا العطف وهي الحنية. حتكون رد الوفا يعني. أكيد طبعاً. يعني بنشوف، ذكرتي حضرتك نقطة كتير مهمة، بنشوف مثلاً أطفال شباب وصبايا عندهم وفا لأهليهم بشكل كتير كبير، وبنشوف العكس. النور اليوم ما نجامل بالقصة ونجمل بالواقع، الحالات كلها موجودة، وهذا الشيء بيرجع للصغر، بيرجع أنت شو أنشأتي وشو أعطيتي. يعني قديه اليوم مهم نحن نضل يعني رغم كل شيء عم نمرق فيه نقدم هذا الشيء، ان كان بضغطنا بشغلنا بعملنا، دائما نحن عندنا هاي الحجه انه نحن مضغوطين تعبانين الى اخره. فالولد عم يكبر احيانا في تفاصيل ما عم ننتبه لها. يعني قديه مهم نحن نضل معه خطوه بخطوه ودائما نقول له ناخذه على الخير. من شوي خبرتنا انه أهلنا من قبل ما كانوا يعبروا عن الحب بطريقة صحيحة، كانوا ممكن شوي يكونوا قاسيين. بس خلونا نعمل مقارنة بين الأسرة العربية والأسرة الأجنبية. قد ما كانوا أهلينا قاسيين فهنا علمونا مبدأ الحب. صحيح. قد ما كان في عندهم جفاف خليني أقول بالتعبير، ولكن كانت تصرفاتهم كتير أوقات توفي بالغلط، بالغلط اللي هو تحسسنا بالمحبة، تحسسنا بالأمان، تحسسنا أنه إذا بدك أي شيء يعرفوا يأمنوا لك. يا حتى لو كانت عباراتهم يعني عبارات المحبة عندهم شوي قليلة،
بينما الأسر الأجنبية اللي بتعود أطفالها على أنه يعتمدوا على ذاتهم، على أنه كمان أهلينا عودونا حياتهم عملية أكثر، بس حياتهم عملية بعيدا عن المشاعر، حياتهم باردة. فتعالوا نشوف نحن على كبر كيف منكون، وأطفالهم على كبر كيف بيكونوا. نحن بضل في عنا وفاء ولاء لأهلينا، ما بيقدر يمكن يمضى عليك مثلا أسبوع ما تكوني شايفة أهلك، حتى لو كنتي أنت بغير محافظة أو أنت كنتي متزوجة وعندك مسؤولياتك، بس ما فيكي غير كل يوم تعملي لهم تليفون. أما هنيك بيستغلوا الأعياد وبيستغلوا المناسبات الرسمية لحتى يروحوا يزوروهم ويقضوا الفروض اللي نحن خلينا نسميها فروض. فهي القصة كتير مهمة أنه نحن نعرف أنه حتى بكتير أوقات في عندي أنا قصص لازم أعملها مع الأطفال لحتى ثبت هي المحبة اللي أنا عم بعطيها. مهم جدا العبارات، مهم جدا أنه أنا أعبر له بالكلام. هذا اللي كنت أسألك عنه، أهمية التواصل العاطفي مع الأطفال، هي جزئية لازم نوقف عندها نحكي عنها مفصلا أكثر، التعبير العاطفي والتواصل العاطفي. يعني بعض الخطوات أو بعض التفاصيل كثير مهمة، والطفل ذاكرته البصرية والذاكرة فاضية، يعني أنت بتخزني له هي الذاكرة، في نحفر بدماغه كل التفاصيل اللي يمكن بيعيشها بشكل يومي. التواصل العاطفي قديش مهم لينعكس هيدا الحب عاطفي يعني على الطفل. خليني اقول لك بالبدايات انه اهالينا ما كانوا يخافوا من التعبير بالحب، المجتمع كان بهداك الوقت يرفض انه اذا دللتي الولد كثير بيطلع معي على الكبار، اذا دللتي البنت كثير ما بتتحمل مسؤوليه. اللوم على الامهات دائماً. يعني دائما اللوم على الامهات بهذا الوقت. يعني فنحن اليوم نحن شو عم نحكي؟ بنحكي انه بهداك الوقت هن كانوا يخافوا من هاي من التعبير عن الحب مشان نظرة المجتمع، بس ما في حدا ببيته ما كان يحضن اطفاله، ما كان يبوسهم، ما كان يغنجهم حتى هن وصغار. بس يكبروا شوي، طبعا اكيد بس يكبروا شوي خوفا من المجتمع ومن التقاليد الباليه اللي كانت موجوده، بس يكبروا شوي بتصير بقى في عندي اشياء اللي هي عيب، عيب تقعد البنت على حضن ابوها، عيب تعنقي ابوك وتبوسيه كل الوقت، عيب تقول يقول الولد لامه انه هو بيحبها، عيب التعبير، التعبير بشكل عام كان ممنوع. طبعا هلا كل شيء اختلف، صرنا بنعرف اهميه الحضن، اهميه العناق، كم يوم او كم مره باليوم بحاجه الطفل انه هو الحضن المناسب حتى يعني اكيد طبعا بحاجه انه نحن حتى نحاكيهم هن ونايمين، رسائل خفيه يعني بس ينام الطفل نقرب لناحه ونبث له باللاوعي عنده انه ماما انا فخوره فيك، ماما انا بحبك، ماما انا بدي اياك تطلع على الكبر، مثلا الامنيه اللي الطفل بيتمناها. بدي شيل من بالي شغلتين كثير مهمين، انه انا قارنه بغيره بنفس الوقت انه انا حقق طموحاتي فيه. هي القصة كتير مهمة للأمهات اللي بدهم يربوا بالحب، ما بدك تقارني بالأطفال الآخرين أبداً، مقارنة مرفوضة، لأنه هذا الشيء رح يسبب لك تعب نفسي لإلك قبل ما يسبب للأطفال. ثانياً والأهم من هيك أنه أنت بدك تربيه بمحبة غير مشروطة، يعني أنا ما بدي حقق طموحاتي بهذا الطفل، بديك تطلع دكتور، بديك تطلع مهندس، طب كنتي أنت تطلعي ولسه في عندك فرصة أنك أنت تحققي طموحاتك بنفسك، الطفل موجود ليحقق طموحاته هو. طبعا في انواع كثيره للتعبير عن الحب، ومو كل الاطفال بهمها الكلام، في اطفال بهمها الهدايا التشجيعيه، في اطفال بهمها انك تعبري لها عن طريق الاشياء الملموسه، الحضن، الضمه، اكثر من انك تحاكيها. في اطفال بهمها تعطيها شيء ملموس على ارض الواقع، يعني مو بس هي هدايا، ممكن تكون تصرفات، ممكن تكون افعال تشجيعيه. طبعا اكيد عبارات تشجيعيه، فكثير في عنا وسائل مختلفه لتقديم الحب للاطفال. اكيد، وخاصه انه كل طفل له نفسيه خاصه فيه، أكيد كل الأم هي أدرى بطفلها اليوم وأدرى هي كيف قادرة تتعامل مع هذا الطفل، ولكن في بعض الحالات هذا الحب بيتحول لشيء نرجسي عند الطفل، وهون نحن ببلش نفوت بقصة تانية، يعني معاناة مع الطفل ومع المجتمع اللي حواليه، مع رفقاته، مع مدرسته، حتى مع أهله. نحن اليوم كيف قادرين نحافظ على هي المحبة الفطرية الإلهية من دون ما تروح للشيء النرجسي؟ هلا بداية لما الأم بتعود طفلة على التعلق المرضي، أنا بقول لهم إنه المشكلة بالتعلق المرضي عند الأمهات ليست عند الأطفال. الطفل بطبيعته اجتماعي، صحيح. بيحب يطلع، بيحب يفوت، بس الأم هي اللي بتحدد للطفل مساحته الخاصة. يعني مثلا وقت بتروح لمكان عام بتضل كل الوقت تبع إنه لا توقع، لا حدا يقرب عليه، لا حدا يطعميه، لا حدا مثلا بتجي مثلا عمته او خالته بدها تعمل له اي شيء للطفل، لا انا بحب الولد بايدي، انا بحب طعميه بايدي. والله مره في وحده من الامهات قالت لي انه هي من كثر ما لمدلله ابنها ظل 10 سنين الطعميه بالمعلقه بايدها.
في اكثر من هيك، انا بعرف حدا اكثر من هيك، بعمر اكثر من هيك. فهي هون النقطه اللي كثير مهمه، انه انت هون ما عم تدللي، انت عم تسدي له شخصيته. فالمفتاح دائما بيكون موجود من عند الام مو من عند الاطفال. فالطفل بيتحول من حب فطري الهي طبيعي لحب نرجسي بسبب الاهل. اذا الاهل عودوه على حب التملك الزائد، على انه مثلا ما يغيب عن عينه ولا لحظه، ما يسمحوا له لا يستكشف لا يجرب لا يروح يعيش الحياه الطبيعيه مثله مثل رفقاته، فهون بيتحول انه هو خلص صارت حياته كلها مقرونه بهالاب وبهالام. بيعذبون كثير بفوته المدرسه، ما بيعرف ينفصل عنهم بسهوله، بالنومه بالليل ما بيعرف ينفصل عنهم بسهوله، بتلاقيه كبر هو لسه بيروح بينام بغرفه امه وابوه. طب هي القصه بالبدايه بتكون الام مبسوطه فيها كثير، انه انا ابني كثير بيحبني، ابني كثير متعلق فيني. الاولى بالعاميه انه الحبل السري لهلا ما انقطع بينك وبين طبعا اكيد أمك. بس هذا الشيء هو ما له محبه، هذا الشيء صار تعلق مرضي. هذا الطفل ما بقى يعرف يعمل اي شيء بالمجتمع، رح يصير صار شخص اتكالي. بكره بالحياه العمليه رح يعذب كثير بعمله بزواجه بسفر بدراسه، هذا الامر كثير حيكون متعب ومرهق للاهل قبل الطفل. بصيروا هن بيلجأوا لاختصاصيين ولاستشاريين، بضلوا بقى انه انا كيف بدي افصل طفلي عني ما عم بعرف. طب هون كان الغلط من البدايات، انه انت ما عطيتي مساحته الخاصه، انت حاولتي تلعبي بشكل او باخر بتفاصيل حياته للطفل. بس حتى الاغلاط كانت عن حب يعني. صحيح. يعني حتى الاخطاء طبعاً اللي نحن بنوقع فيها مع اطفالنا او اهالينا معنا كانت عن حب، يعني من درجه الحب لنا يعني. اكيد طبعا. طيب خلينا نحكي كيف الاهل بيتعاملوا اليوم مع اخطاء اولادهم، يعني خليهم يفصلوا انه انا مثلا ابني غلط، بتحسي ما لهم قلب يقسوا عليه. خلينا نفصل هون قديش مهم يكون الاهل مع الحب حازمين لنعلم يمكن كثير من المبادئ اليوم والقيم والاخلاق لاولادنا. كل شيء بالحب بفوت للقلب فورا. فوقت اللي انا بدي اعلم مبادئ واخلاق من دافع الحب، هذا الطفل رح ترسخ عنده هي المبادئ وهي الأخلاقيات ورح تفوت لقلب قلبه بسرعة كتير. في مبدأ من مبادئ روسو بالتربية أنا كتير بحبه، اللي هو الإيمان ببراءة الطفل. بدك تعرفي أنه أي خطأ عم بيقوم فيه الطفل ما هو عن خبث، هو عن براءة. ممكن يكون خطأ غير مقصود، ممكن يكون نسي أنه أنت معلمتي صح، ممكن يكون مريض فهو تصرف باللاوعي. فممكن كتير مريض يعني بقصد مرض جسدي وليس مرض عقلي أو عاطفي، فممكن يكون الخطأ نابع كمان عن حب عن غير قصد. فأنا وقت اللي بدي أجي بدي عاقب أو بدي أحزم، بدي أتذكر أنه هذا الشخص اللي قدامي هو شخص، هو طفل، هو كامل المشاعر ولكن ناقص التجارب. عنده مشاعر كاملة، يعني بينجرح مثلنا وبينكسر مثلنا وبينكسر خاطره، وإذا أنت وجهتيه بطريقة قاسية فهو رح يزعل منك ورح ياخذ موقف، ولكن هو ما عنده التجارب الكافية. لهيك لازم يكون التعليم بالحب هو أعطاء فرصة للتجارب، تعلميه الصح من الخطأ بدون ما تقصي بعقاب، ومن بعد طبعا قدر الإمكان عن التنمر اللفظي، عن التجريح اللفظي وعن العنف الجسدي. فهدول الاثنين بدي احاول قدر الامكان انه انا اتجنبهم بالتربيه وبالعقاب بالتربيه، لحتى اقدر طلع طفل سوي خالي من الامراض النفسيه. صحيح. بس نحن بنشوف حالات كثير بالحياه انه الام والاب، الاب بيعطوا محبه كثير كبيره، بيعطوا خلينا نقولها بالعامه دلاله. بشوفي المجتمع حواليك بيقول لك انت مدللتي، انت نزعتي، يعني من الاخر هاي الكلمه كثير بنسمعها. يعني يمكن يعني مجتمعك ما بيعرف انه في حاله بينك وبين طفلك، يمكن عم يمرق بحاله نفسيه ما ضروري انت اليوم بتخبري عنها يعني لكل المحيط اللي حواليك، ولكن بالنهايه هذا الطفل بده يكبر ان كان سلبي او ايجابي حيحمله معه للمستقبل. اليوم الاسره اذا ما كان فيها هذا الحب مثل ما قلنا بالبدايه فاقد شيء لا يعطي، نحن شو صدرنا لهذا المستقبل؟ خليني اقول لك انه انا مالي مع مقوله فاقد الشيء لا يعطيه. اوقات كثيره بيكون صحيح. فاقد الشيء يعطيه هو بكثره، لانه كان محروم منه. صحيح طبعا، لانه هو محروم منه مو بكل الحالات. لا طبعا مو بكل الحالات، يعني هي ما نقصها عامه نسبيه. في كثير اشخاص كانوا اهلهم قاسيين بالصغر وما عرفوا يعطون هالجرعات الكبيره من المحبه، وعلى الكبر حاولوا يعوضوا هذا الشيء بازواجهم ومع ازواجهم ومع اولادهم ومع هي القصه. انا دائما بقول انه وقت يكون الطفل مارد بحاله معينه، مثلا ممكن يكون في مشكله ضمن الاسره، ممكن تكون مشكله ماديه، مشكله اسريه، اي مشكله، فالطفل بيتاثر منها.
طبعا بالمجتمع هن ما رو شايفين الاسباب، هن شايفين النتائج فقط، يعني هن مو شايفين ليش الطفل وصلان لهي المرحله. فالاهل الاذكياء اللي بيعرفوا يتعاملوا مع اخطاء الطفل او مع هي الفجوات بالتربيه اللي بتصير بطريقه بحكمه كثير كبيره، انه هن ما يعطوا اذن للمجتمع، وبنفس الوقت هن يعرفوا يصدوا عن طفلهم هي الهجمات. يعني نحن اليوم حنسمع كثير انتقادات سلبية من اللي حوالينا، ممكن خصوصا اللي بيربوا بالتربية الحديثة بيقولوا لك انه نحن ما هيك تربينا، نحن اهالينا ربونا بالدلال، فتمام على كفوف الراحات. نور قد ايه بنعاني من هي القصة رغم كل التطور ورغم كل الحداثة، ولكن دائما نحن بنرتبط بالمجتمع وبالعادات القديمة. نحن ما كنا هيك، أو كمان الزمن ما كان، والمجتمع مشكلته بلومك، يعني المجتمع انه مثل ما قلتي خلال حديثك كله بيعطيك نصائح، هذا ابني وهي يعني حياتي الخاصه، انا كيف بدي ربيه، كيف بدي اعطيه العاطفه، بعيدا مش انت اللي عم تسهر عليه بالليل ولا انت اللي عم تطعميه، بس الكل يعني يعطي نفسه على حقيه هون تكون المسؤوليه على الام. انا مثل ما قلتي كيف انا فيني احصن ابني، حصن ابني، وكيف فيني انا فعليا خليه واثق من نفسه بيحب حاله بعيدا، ممكن لانه حتى الكبار هذا نوع من التنمر، يعني احيانا في بعض العبارات والكلمات هن مش قاصدينها، بس هذا نوع من التنمر لما نقارن ونحكي احيانا المحيط القريب جدا. بس انا رح اعطي نصيحه لكل الامهات انه تتقبل هدول الهجمات او هدول الانتقادات بصدر رحب. صحيح، ما كثير يعني هز الموضوع بالنهايه، ما رح ننكر انه كثير من الاوقات كلام الكبار فيه حكمه كثير كبيره، واصلا فيه دروس من الحياه، لانه هن عاشوا بحياه خاضوها اكثر مننا، ففينا نحن نتقبل كلامهم على وجه النصيحه. مش بس الكبار، كل المحيط عم نحكي نحن. تمام، هي انت تاخذي بصدر الرحب كيف تتعاملي مع ابنك بيعرف يتعامل، يعني هي كلها صوره حتى بطريقه التعامل. انا بقول لهم علموا اطفالكم انه يسمعوا الانتقادات او القصص كنصائح، وما وانت ما تحاولي تحسسي طفلك انه انت متضايقه من هي الانتقادات قدامه، يعني انت قدامه حاولي دائما تخبريه انه ماما عادي وتيتا وحكت وعمه وحكت وخاله وحكت وشو بصير، معلش انت بدك تعلميه يسمع كلام الكبار، لانه حيجي يوم من الايام انت مضطره يسمع كلامك. فمعلش ياخذ القصه بصدر رحب، وبينك وبينهم حاولي تقربي لهم وجهه نظرك. هلا اكيد ما رح يقتنعوا 100%، لانه هن يعني من شاب على شيء شاب عليه، هي المقوله اللي دائما بنقولها، فخلص هذا الشيء صار بالنسبه لهم شيء محفور، يعني ما بقى يقدروا يتقبلوا التغيير بسهوله. بس انت بدك تعرفي انه كثير من الاوقات كلامه بيكون صح، فانت خدي منهم الاشياء اللي بتكون لصالحك ولصالح طفلك، والاشياء اللي ما كثير بتهمك او الانتقادات اللي انت عندك ايمان انه انا اللي عم بعمله صح خليكي ماشي عليه، وبالنهايه هي كلامه عم بيطلع، يعني ما حدا عم بيجي على بيت حدا ولا حدا عم يساهم بتربية حدا، نحن من جوا بننهز، بس بدنا نكون أكثر ثباتاً. صحيح. يعني أكثر ثبات انفعالي لنعرف نواجه المجتمع أكثر ثباتاً. يعني بنحاول كثير بنمرق بمواقف، يعني نحاول ما نهتز أو ما نتأثر أو ما نأثر محيط البيت، ولكن نرجع منقول كل واحد هو شخصيته، يعني أكيد وبدنا نتقبلهم بحب، نحن عم نحكي عن الحب، فبدنا نعرف أنه ممكن يكون كلام الآخرين هو أوقات كثير بيقولوا لك أنه بينتقدوك لحتى يقللوا من قيمتك، بس بالنهاية وقت بيشوفوك أنت ناجح بشيء وعم تعرف تربي وطالعين أطفالك مميزين وقادر تعمل أسرة جميلة بحب وبمحبة، بصير الكل بده يقلدك. فدائما المحبة ترجع بتصير متبادلة، يعني قد ما حاولنا أنه نحن نخفيها حتى الأشخاص اللي بالعمل معنا عاملوهم بحب حتى لو ما تقبلوكم أصلاً أنتوا كثير بتنحبوا. فهي هون النقطة، أنه حتى الأشخاص اللي بالعمل تحسيون أنه حاقدين عليك أو مالهم قدرانين يتقبلوك مثل ما أنت، حاول تبادر معهم بقصص محبة، يوم عن يوم يوم عن يوم رح يحبوك، لأنه المحبة بترجع بتفرض حالها، وإن شاء الله هيك الله. أنت مع التعبير اليوم عن محبتنا لأي شخص؟ أكيد طبعاً. طيب أنا عبرت لها لنور ما ردت علي. بلا قلت لك بدنا نعبر بدون ما نستنى المقابل. صحيح. هي هون القصة، لأنه نحن بالنهاية مو كل المجتمع مثل ما قلتي قادر إنه هو يعبر، في أشخاص في عندهم خجل، في عندهم أشخاص ما بيعرفوا يعبروا. هذا الخجل من المنشأ. وهذا الخجل من المنشأ لأنه ما تعبر له بالطريقة الصح. الحب مقابل الحب، قد ما فيك تعبر عن الحب استغل اللحظة. صحيح. 100%.
هي رحله بالنهايه يعني. وفي اشخاص كثير ندمنا فقدناهم بحياتنا، ندمنا انه نحن بلحظات كنا لازم نحكي اكثر، نقول انا بحبك اكثر، اشتقت لك اكثر. كانت هدول التفاصيل كثير صغيره ما كنا انتبهنا لها في مع بعض يعني. مثل ما قلتي التجارب بالنهايه، مثل ما بلشنا معك بالحب حننهي بالحب. يسعد صباحك. صباحكم يا رب. شكرا كثير. شكرا. اكيد نتشكرك على وجودك معنا. والحب بالمختصر هو الحياه، قد ما بتعطي حب اليوم بتلاقي حب لانه بتزرعه وبتحصده. شكرا كثير لك. شكرا لكم.